أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البلاد اليوم، والتي نناقش فيها موضوعين في جزئين وفي مرحلتين. الموضوع الأول سنتحدث عن التكريم الذي حظي به الفنان الجزائري اليوم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كان حفل تكريم على شرف الفائزين بجائزة الفنان علي معاشي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. تلة من الفنانين الجزائريين كانوا في حضرة التكريم من خلال العرفان الذي قدمته وزارة الثقافة في الكلمة التي ألقتها وزيرة الثقافة والاتصال حول دور الفنان الجزائري وهذا الاهتمام المتواصل من قبل السلطات العمومية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي حضر بنفسه تكريم هؤلاء الفنانين الذين نالوا شرف جائزة علي معاشي، هذا الشخصية التاريخية. مشاهدينا الكرام، سنتحدث عن دور الفنان في التصدي لكل المؤامرات، دور الفنان في بناء الوطني، دور الفنان في الساحة الثقافية الاجتماعية وكل ما له علاقة بخدمة هذا الوطن الغالي. ينضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ محمد علال، وهو إعلامي مختص في الشأن الثقافي والفني. مساء الخير أستاذ علال. مساء النور. نشكرك على تلبية الدعوة. بداية سيدي الكريم، كيف تقرأ هذا التكريم من أعلى سلطات العمومية للفنان في اليوم العالمي أو في اليوم الوطني للفنان؟ تحية لك. من الناحية التاريخية، على ما يعني لم نكن يذاك الشباب الأرقام، هذه أول مرة منذ أكثر من نصف قرن يتم فيها تنظيم لقاء أو غداء على شرف الفنانين بشرف رئيس الجمهورية. لم يحدث ذلك إطلاقا كما قلت منذ 50 سنة على الأقل. هذا الحدث المميز هذا دليل على اعتراف السلطات العليا بأهمية الفن وأهمية الفنان. كانت هناك أكيد لقاءات في السابق مع أدباء وثقافيين، لكن بالنسبة للجامعة بهذا الشكل لم يحدث. أنا قلت لك هي سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة منذ عقود. طبعا الحدث أكيد من حضر الحدث أكيد سيسعى في ذلك، من غاب أكيد سيبقى يتمنى الحضور، والحفل لم يكن أن يسعى كل الناس بشكل، لكنهم من حضروا هم يمثلون مصدر الفن ورواد الفن سواء في الموسيقى في الأدب في التمثيل في الدراما في السينما وكل الفروع في الشعر وفي كل فروع الفن. طبعا هذا الحدث خاص بمصر لك له رمزية رمزية دليل على أن الدولة تريد فعلا مرافقة الإبداع في الجزائر، ليس بالكلام فقط وأيضا من الناحية المعنوية، لأن هناك رمزية معنوية أيضا عندنا يكون هناك لقاء جمهورية مع الفنان بهذه الجهات الحيوية الطيبة التي نشطية سعادة الحضور بها. أستاذ محمد علال، لو سمحت عذرا عن المقاطعة، كيف تلقى الفنانون الحاضرون وكذلك الذين ربما يتابعون هذا الحدث هذا التكريم من طرف رئيس الجمهورية قبل أن نتحدث عن جائزة علي معاشي؟ كما قلت لك يعني هو حدث متميز يعني في تاريخ اليوم، اعتراف هناك فرحة كبيرة لمسناها في من حضره، خاصة من الأجيال الكبيرة، يعني الأجيال الكبيرة التي تعبت كثيرا في سنة الجزائر، يعني طه العامري سيدانية وغيرهم يعني من الفنانين الذين كانوا موجودون في هذا تلك القاعة. يعني كانت هناك فرحة كبيرة، كانت هناك حميمية، كان هناك لقاء بين المسؤول الأول وفئة هامة جدا في المجتمع والمبدع الذي لا يمكن أن ينصلح أي حال بأي حال دون اهتمام بهذا القطاعات، لأن الصراع اليوم صراع ثقافي وأيضا صراع اقتصادي وصراع هوياتي وصراع أيضا يتعلق بمكانة الإبداع في الدولة والحفاظ على مكانة الإبداع في كل فروع. أقول لك أن هناك فرحة كبيرة جدا، أنا سعيد استعدت كثيرا من مشاهدة طاولة رئيس تجمع فئات مختلفة من مختلف الأعمار، كانت هناك على طاولة واحدة أكبر أو سنا يعني طه العامري، كان هناك أيضا الرومي إلى جانب أبو حميس، كان هناك أيضا الفنانة أشرفة سويلة معلم
كان هناك تكريمات، كان هناك يعني كوكتيل. يعني القائمة طويلة أستاذ محمد علال، ولكن نتحدث مجملا، يعني نتحدث عن دور الفنان. ما دور الفنان اليوم أمام التحديات التي تعيشها الجزائر؟ ونحن نتحدث عن صناعة الفن، يعني لم يبقى الفن مجرد ترفيه أو تسلية بقدر ما هو أصبح صناعة يضاهي مختلف الصناعات. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا الفن في خدمة الجزائر من كل النواحي؟ طبعا نقول أنه الفنان بحد ذاته لديه حقوق ولديه يعني واجبات، هو يمارس واجباته من خلال الحقوق، الحق الذي يحكم عليه هو المناخ الذي يمارس فيه، مناخ القانون، مناخ الحريه للابداع، الفرص الماديه التي تقدمها الدوله، توفير المؤسسات، توفير فرص التكوين للشباب الابطال، كل هذا لا نسمعه في كلمه الوزير او الثقافه التي قدمت يعني ورقه مفصله حول البرنامج، يعني هي التفصيل حول المشاريع القادمه والمشاريع التي تحققت خلال السنوات الماضيه والطموحات والرؤيه، رؤيه الدوله في دور الفن في الجزائر. وعندما نقول الفن لا نقصد فقط التمثيل، كما قلت لك كل الاشكال الابداعيه المتميزه، والجزائر غنيه فيها طبوع، فيها غنائيه، فيها ابداع، يبدأ في السينما، يبدأ في الأدب. عذرا المقاطعة أستاذ علال، ربما تحدث عن الدبلوماسية الفنية، ربما حقيقة الفنون السبع مختلفة تقدر يعني تعطي كثير للجزائر، ولكن ربما نخصص في لقائنا، وأنت ناقد سينمائي كبير سيدي الكريم في الجزائر، متابع الأعمال الفنية السينمائية، إلى أي مدى يمكن أن تستعيد السينما مكانتها؟ تعرف أنه في الأفلام كثيرة جزائرية حصدت جوائز دولية وأعطت الثورة الجزائرية زخم كبير، إلى أي مدى يمكن الصناعة السينمائية الفنية اليوم تضاهي الأعمال الكبيرة وتبرز هذه المكانة كذلك الكبيرة للجزائر؟ أنا أعتقد أن هذه نقطة هامة جدا، لأنها تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالجانب المادي، تتعلق بالرؤية المادية تقدمها الدولة، استثمار حجم الاستثمار المادي الذي تريد أن تضخه الدولة في قطاع الثقافة والسينما بوجه خاص. مبلغ المبالغ المرصودة يجب أن تبقى بسيطة مقارنة ما يصرف في العالم، كما نذكر كما قلت سابقا في مناظر اعلاميه سابقه، يعني مثلا السعوديه التي انطلقت مؤخرا فرص المبلغ 65 مليار دولار لمده 10 سنوات للاستثمار السينمائي فقط، ارقام خياليه اليوم تصلها ايطاليا، هوليود، تركيا، كل الدول يتنافسون على دعم القطاع السينمائي بالمال وضخ المال من اجل التنميه والصناعه، بالتالي هو كما في شقين كما قلت الدبلوماسيه الثقافيه وايضا الدبلوماسيه التي تنتج قطاع ثقافي يخلص الدوله من اقتصاد الرياح ويساهم الفن بشكل مباشر في تنميه السياحه، في حفاظ الهويه، وايضا في تنميه الاقتصاد وتحريك على، لانه في نهايه الامر الاموال التي ترصد في السينما تعود وتنتج تعود نفسها اذا كانت اعمال جيده، دور المبدع هنا ان يقدم اعمال بمستوى الاموال المرصده عندما تكون الدوله تريد ان تقدم هذه الاعمال. استاذ لابد ان يكون مسؤوليه الفنان ان يكون اهلا لذلك. أستاذ محمد علال، نعود إلى جائزة علي معاشي، يعني هذه الجائزة التي أقرتها الجزائر منذ سنوات، ما هي الفلسفة التي تقوم عليها هذه المسابقة وما هي الأهداف المتوخاة منها؟ أنا أعتقد هذه الجائزة التي كانت فيها عدد كبير من الشباب، وهي 2008 اليوم لأول مرة باسم رئيس الجمهورية، لأول مرة يقوم رئيس الجمهورية بتسليم هذه الجائزة بشكل مباشر للشباب، توجه لخطوة إيجابية وهامة جدا، تبقى فقط مبلغ الجائزة ليس بالكبير، نتمنى طبعا أن يتم مبلغ أكبر للجائزة حتى تعطي قيمة، لأنه قيمة الجائزة صحيح في اسمها وفي طريقة الاحتفاء بها وفي تكريمها، ولكن الجانب المادي أيضا مهم جدا، هذا مبلغ الجائزة يعتبر متواضع مقارنة بحجمها وأهميتها، لكن أكيد سيتم في المرحلة القادمة المبالغ المسلمة في هذا المجال، لأن كما قلت لك يعني الجانب المادي أيضا جدا وأساسي جدا في تشجيع الإبداع وجعل الجزائر قبلة للإبداع والفن وغير ذلك. أقول أنه اليوم شهر من الشباب جدد، الجائزة هذه قدمت لنا أسماء جديدة في الساحة، مرجع جديد، سنكون لديهم المهمة أيضا لمواصلة
أستاذ محمد علال، في سؤال أخير، ما هي نوعية الأعمال الفنية المقدمة التي نالت الجوائز، سواء في المسرح أو في الفن التشكيلي أو في السينما إلى غيرها؟ يعني ما هي أهم هذه الخطوط؟ أنا لم أطلع على العمل بشكل عام يعني. الرواية في الشعر وغير ذلك، أكيد هي الأفضل من بين الذين تقدموا للمشاركة، لكن أكيد سيتم نشر الأعمال والمطلع عليها، تكون متاحة إلى الجمهور، حتى لأنه ربما لجنة التحكيم وهي كانت برئاسة المترجم والروائي الذي أحترمه على المستوى الشخصي والإبداعي هو محمد ساري، وأنا أثق كثيرا في اختياراته الإبداعية، فبالتالي أكيد اختار لنا مثال جميل من المبدعين الشباب والأعمال المتميزة التي ستقول أنه هناك جيل ما زال يبدع وهناك شباب مختلفة، لأن هذه جائزة موجهة إلى الشباب الذين هم دون سن 35. في سؤال أخير أستاذ محمد علال، ربما كيف يعني تقرأ هذا التكريم، هذا الاهتمام المتزايد خصوصا من طرف رئيس الجمهورية الذي يحضر بنفسه في تكريم هؤلاء المبدعين؟ هو الشكل الرمزي كما قلت لك، الذي ربما لأول مرة في التاريخ منذ نصف قرن نحن بهذا الشكل، رمزية مهمة جدا، وتعكس أنه كان هناك إرادة سياسية وهناك عزيمة من طرف الرئيس باقي على الذين هم يعني من أجل المرافقة لرؤية الرئيس أن تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع بشكل احترافي يليق باسم الجزائر الكبير وتاريخها في السينما وفي الإبداع، ويكون هناك طبعا أكيد تجسيد هذه الرؤية وهذه اللمسة الجميلة يوم دعم معنوي ودعم شكرا روحي ودعم 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 يعني عاطفي لكل المبدعين في الجزائر، والتأكيد على أن الفنان الجزائري هو حلقة مهمة منذ الثورة إلى اليوم. شكرا لك أستاذ محمد علال، شيء أساسي ومهم. نشكرك.